سماحة الإسلام يا أحبتي، في عرضه أنك تعرض الإسلام بسماحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعرابي على الناقة سأله عن الإسلام، عن الإيمان، ما يدخله الجنة في حديث أبي أيوب، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتصل الرحم، اترك الناقة. قال: والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص. قال: أفرح الرجل ودخل الجنة. يا أخي دقيقة، بسهولة، بيسر. أنا أذكر أحد الأخوة يخبرني، طالب علم، يقول: كنت في شبابي متحمس، فسألني شيخ كبير عامي ماذا أقرأ عند النوم، أذكار النوم، فأخذت أسرد له أذكار النوم 33 تسبيح الحديث، وآية الكرسي، والمعوذات 3، والإخلاص 3، وأدعية تعرف الطويلة. قال الشايب: متى أنام يعني، متى أرقد إن شاء الله، يعني راح الليل. طيب يا أخي، يعرض على الإنسان، تعطيه كتيب يقرأ قبل النوم، هدوب ويسألك الآن، أعطاه حديثين. يسروا ولا تعسروا، الإسلام سمح يا أحبة. شكرا لكم.